جاءت في قلب سعد جعلت 70,000 ملك ينزلون ليشهدوا جنازته. إن لسعد أعمالا وسرائر جعلت ذكره يشيع حتى في السماوات، فلما مات حتى أهل السماوات لما شاع عندهم من ذكره الصالح وعمله الذي كان يرفع شعروا بفقد سعد فنزلوا يشاركون في تشييعه. لأجل ذلك نزل 70,000 ملك، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى لا يحب أن يغلبه أحد في الخير، لا تنافسه الملائكة في أنهم يكرمون سعدا أكثر منه. فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ثم دفنه. بعد الفراغ من الدفن قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد رضي الله عنه. وهذا يعنى أن الملأ الأعلى يحتفون بأرواح الصالحين، ورب رجل في الدنيا لا يعرفه أحد، لم يظهر على الشاشات ويجهله جيرانه، وربما يموت ولا يدري أحد أنه مات، ولا يحمل جنازته إلا قليل، وترى الناس لا يذكرونه بعد موته بأيام ينسونه، وربما يكون له من الأعمال عند الله ما يحتفي به أهل السماوات، ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر، ويرى من رحمة الله ما لا يراه. فالأمور كلها سرائر مودعة في القلوب وأعمال صالحة يتقرب بها إلى علام الغيوب، والموفق من وفقه الله، والحمد لله.